هل بخيالي البناية نسك شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لثارات الحسين كذا سدهد من عارينا لا يقسف بيمينة صيح يا أهل الضغينة والمفر مع الجوين هل بخيالي البناية نسك شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لثارات الحسين كذا سدهد من عارينا لا يقسف بيمينة صيح يا أهل الضغينة والمفر مع الجوين وقفة المختار هيبة جسدها بكليبة لهل بيتال النبوة بكل عزيمة وكبرياء وقفة المختار هيبة جسدها بكليبة لهل بيتال النبوة بكل عزيمة وكبرياء موقع ألعاب داي ميديا على اليوتيوب كربلا وتنجدهم بالفواق بالشموخ وبالوفاء من خثار الحسين وأهل بيته بكربلا وتنجدهم بالفواق بالشموخ وبالوفاء صبح حبا للولاية صالوا بزود الكفاية ناقلتها كم رواية ثار ضد الظالمين وحكي العمر وسنين من نجل حب النبينا واثبت بحبه ويقين لابن أمير المؤمنين علي 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 هل بخيالي البناية نسك شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لثارات الحسين كذا سدهد من عارينا لا يقسف بيمينة صيح يا أهل الضغينة والمفر مع الجوين هل بخيالي البناية نسك شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لثارات الحسين كذا سدهد من عارينا لا يقسف بيمينة صيح يا أهل الضغينة والمفر مع الجوين زودة من زود أبو فاضل واخذ من عند الدروس شلون من يبرز يقاتل والرعب يملي النفوس أخذ ثارات أبو اليمة وانحنت قدام روس عنا سيف الدم رقبهم وعلى هامتهم يدوس زودة من زود أبو فاضل واخذ من عند الدروس شلون من يبرز يقاتل والرعب يملي النفوس واخذ ثارات أبو اليمة وانحنت قدام روس عنا سيف الدم رقبهم وعلى هامتهم يدوس صال صالح حيدرية ضد يزيد وآل أمية الهسه تذكر هالبرية صار من الخالدين خانا والعترة فيناهم فنب السيف من جاهم بيدك اسد لسقاهم عبره صاروا للسنين علي 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 هل بخيالي البناية نسك شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لثارات الحسين كذا سدهد من عارينا لا يقسف بيمينة صيح يا أهل الضغينة والمفر مع الجوين هل بخيالي البناية نسك شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لثارات الحسين كذا سدهد من عارينا لا يقسف بيمينة صيح يا أهل الضغينة والمفر مع الجوين كان تلميذ الرسالة ثورته ثورة بسالة تبقى وبمعنى الكلام ثورة الحق والعدالة ضد طواغيت الظلام سلبا وحسين وعياله وحرقه وحتى الخيام كان تلميذ الرسالة وعينه عذ ما تنام ثورته ثورة بسالة تبقى وبمعنى الكلام ثورة الحق والعدالة ضد طواغيت الظلام سلبا وحسين وعياله وحرقه وحتى الخيام تلهم الذلة الأكيدة من نزل بدار بيده أخذ ثار بنص وميدة من جيوش الكافرين وصالوا بزودة يتباهى ودوا ضد جنبلاها لقاع من دمهم رواها بزودة ذل الحاقدين علي 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 هل بخيالي البناية نسك شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لثارات الحسين كذا سدهد من عارينا لا يقسف بيمينة صيح يا أهل الضغينة والمفر مع الجوين هل بخيالي البناية نسك شاي البداية صاحي أثار الصبايا ويا لثارات الحسين كذا سدهد من عارينا لا يقسف بيمينة صيح يا أهل الضغينة والمفر مع الجوين خانت الكوفة وأهلها وهالطبع بيهم أكيد نفس ما غدروا بمسلم من أجل نصرة يزيد رجعوا وعادوا الكرة ورد غدرهم من جديد خلوا المختار وحده وبقى يقاتلهم وحيد كانت الكوفة وأهلها وهالطبع بيهم أكيد نفس ما غدروا بمسلم من أجل نصرة يزيد رجعوا وعادوا الكرة ورد غدرهم من جديد